تهدير دراجات الهارلي ديفيدسون على ضجيج السياسة، وكان هو الحدث خلال 3 أيام متتالية بالموعد السنوي اللي بقدمه نادي الهوك بلبنان لكل محبي دراجات الهارلي ديفيدسون بلبنان وبالشرق الأوسط ضمن جولة اللبنان تور السنوية اللي بيشارك فيها كل سنة أكثر من 300 دراجة نارية من لبنان، دبي، أبو ظبي، السعودية، الكويت، قطر وغيرهم ليجولوا كافة مناطق اللبنانية من أقصى الشمال لأقصى الجنوب. طالعين على الجنوب رايحين على مناطق معظم اللبنانية حتى ما بيعرفوها لأنه حنمرق من حد الشريط الحدودي. معظم العالم اللي معنا العرب محمسين لأنه حيشوفوا مناطق أصلا مش شايفينها من قبل. كل سنة ما فينا نقفي لبنان تور، شيء مميز جدا بيصير. الشباب كل سنة مخلصين لهالتور هيدا. أكتر شيء الواحد بخاف من شغلة إذا البايك صار شيء معه، في مشكل ما مشكل، هون مأمن كل شيء. أكيد عندهم rules and regulations و they respect the safety ونحن كتير محمسين اليوم. احنا جروب واحد، كلنا لبنانيه، كلنا من جميع المناطق. انا ابن جنوب، سعد بيروت، شباب شمال عكار. انا ابن جنوب، اول مره بطلع على الارز وبطلع على بشري وبطلع على هذه المناطق. بصراحه بقول لك انه بنحس حالنا دائما انه احنا سواح، لانه قد ما بنشوف طرقات بالتور دائما بيعلمونا اشياء جديده عن لبنان. نحن وي ار تراينج تو بروموت لبنان ان نايس واي، وعم نجرب نجيب عالم معنا من برا جست تو شو ذم لبنان ذا واي وي سي. يو جيت تو بي براود بينج لبنانيز بهذا الرايد، والشكر الكبير لمروان طراف صراحة اللي قدر يعمل هيك تور بهيك ظروف. يعني شو بدي اقول لك، عن جد شيء كثير حلو، يحلوا عنا ويتركونا خلانا عم ننبسط فيه للبلد. حبينا نحط حشيش، وهذا حشيش مثل الجيش، سبورت كمان الجيش اللبناني يعطيه الف عافيه والمهمات الصعبه اللي عم بيعملها، وكمان بس طلعنا منهم ورد لانه الورد هذا رمز للسلام ولكل شيء، فانا جمعهم اثنيناتهم سوا. Greener than ever كان موضوع اللبنان تور السنة لرد الإيمان بلبنان الأخضر وسط منظر النفايات اللي عم بتعم كل المناطق اللبنانية واللي عم بتشوه صورة لبنان الحقيقية. لبنان أحلى شغلة فيه هو خضاره، والسنة اسمها الصيفية طولت علينا كمان. So the riding is beautiful in Lebanon and everybody is enjoying it. It's amazing. جايين من الإمارات العربية المتحدة وتحديدا العاصمة أبو ظبي، جايين نمثل هوك أبو ظبي تشابتر نحن والشباب. جايين من تريبولي وجايين لنشارك نحن كجروب نورث ليبانون رايدر. احنا من الأردن، Kingdom of Jordan Chapter. وبتشكر كتير مروان طراف، بتشكر كتير الرود تيم. It's a beautiful country بس بصراحة الرودز are very challenging. They are challenging. نحن جايين من طرابلس، ها أول مرة بننزل على صور وعلى الجنوب. طرابلس بألف خير، لبنان بألف خير، وthank you لكم. هيدي السياحة بلبنان وهيدي العالم اللي بتجي على لبنان، ونحن كلنا فدا لبنان. ثلاث كلمات: تموي، سياحة، ومشاركة، وهفن للكل. الله يهدي هالأحوال متمالك حتى الواحد ينبسط أكتر وأكتر. يعطيكم ألف عافية.